ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلوم وعلوم الصالحين وسلم. قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله: ولا لبني هاشم. يبقى أيضا الزكاة لا تصح لبني هاشم. هو عدد ما لا تصح الزكاة لهم، ومن هؤلاء بنو هاشم. الحقيقة بنو هاشم وبنو المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بني المطلب: بنو هاشم وبنو المطلب إيش؟ لا يفترقان، لا يفترقان في الله في الجاهلية وفي الإسلام. وده كان رد على عثمان بن عفان رضي الله عنه رضاه وجبير بن مطعم لما جاءوا هم من عبد شمس والثاني من أولاد العمومة الأربعة. فقال له ونحن وبنو عبد المطلب إيش؟ سواء، مثلهم مثلنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بنو هاشم وبنو المطلب لم يفترقا في جاهلية ولا في إسلام. وطبعا تعلم أن الشافعي مطلبي، وهذا النسب العظيم للإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، من عالم النبي فقيه نبيل. نعم. قال المقدام رحمه الله: لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل له صدقة المفروضة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة لا تبغي لآل محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي أوساخ الناس. قال أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أخذ الحسن رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كخ كخ ليطرحها. هذه كلمة فارسية أعتقد، كخ كخ أو كخ كخ، كلمة فارسية ماشي عربت. قال ليطرحها وقال: أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ إذا قول ولا بني هاشم يعني بني هاشم ليس لهم أن يأكلوا الصدقة، لأن آل محمد صلى الله عليه وسلم منعوا من الصدقة. لما؟ لأنهم أرفع الناس نسبا، وما أرسل الله نبيا إلا في إيش؟ إلا في علو من نسب، وسط الناس، وسط أنساب الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه أوساخ الناس، وعمر بن عمر قال هذه طهرة الناس، فما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولا آل محمد أن يأكلوا منها. ولذلك قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، يعني هي طهرة. طبعا هي طهرة، الإنسان طهرة لماله في هذا الباب. ولما النبي صلى الله عليه وسلم مشى فوجد تمرة فأخذها فنفضها وأراد أن يأكلها، ثم تذكر الصدقة فألقاها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن السنة أن تأخذها وتأكلها، لكن تصدق وخشي أن تكون من الصدقة. فلما وجد الحسن يأكل أو يأخذ تمرة من تمر الصدقة، فقال له: كخ كخ. قال: أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ إنما عاشر آل محمد الصدقة علينا حرام، إنما هي أوساخ الناس. نعم. قال المقدام رحمه الله مسألة. قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله: ولا لمواليهم. قال المقدام رحمه الله: يعني أن موالي بني هاشم وهم من أعتقهم هاشمي، وهم من أعتقهم هاشمي لا يعطون من الزكاة. فقال أكثر العلماء رحمه الله: يجوز، لأنهم ليسوا بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يمنعوا الصدقة كسائر الناس، ولأنهم لم يعوضوا عنها بخمس الخمس، فإنهم لا يعطون منهم، فلم يجز أن يحرموها كسائر الناس. ما بيتكلم على الموالي الآن، مولى القوم، يعني هل مولى القوم منهم أم لا؟ فهو بيقول بأن الموالي منعوا من إيش؟ من الخمس. يبقى لابد استعاضة ذلك أن يكون لهم. والصحيح أن مولى القوم منهم، وجاءت النصوص على ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو رافع مولى للنبي صلى الله عليه وسلم هو منهم ومنعه من الصدق. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله: ولنا، ما رأى أبو رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم رضي الله عنه على الصدقة، فقال لأبي رافع رضي الله عنه: اصحبني كيما تصيب منها. فقال: لا، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: إن لا تحل لنا الصدقة، وإن موالي القوم منهم. الله. قال أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نعم. ولأنهم ممن يريثهم بنو هاشم بالتعصيب، فلم يجد ذلك الصدقة إليهم كبني هاشم. يعني لأنه بالتعصيب جت منين هذه؟ كيف يكون الإرث بالتعصيب؟ كيف بالتعصيب هنا أستاذ؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحق الفراد بأهلها فما بقى. لا، شفنا هي
اللحوم 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 واللحوم لا ما جبش ما 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 اتاش بها برضو ما اتاش بها اللحوم لحوم اللحوم لحوم خلاص يا حبيبي ما انت قراتها انت تشغلني يا بتاع المنوف انت يا ولد يا ولد اسمع اشترط لهم الولاء حديث قال برضه هيرجع انما الولاء من اعتق هذا سبيله خلاص خلي الولد الذي يعني يبتسم بها وقلت له يا ولد ومش عايز يسكت اتفضل يا عمده سامع سامع الجمال ده فهو لحمه كلحمه النسب انتهى فانت ما زلت نسب اذا يرث بالتعصيب ولا ما يرث عند ايه عند فقدان النسب ينزل هو منزلته عند فقدان النسب ينزل منزلته خلاص هذه هي التي جعلته منهم لذلك مولى القوم منهم تفضل قال فلم يجز دفع الصدقه اليهم كبني هاشم قال وقولهم انهم ليسوا بقرابه قلنا هم بمنزله القرابه بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمه كلحمه النسب لحظه شيخ اسف يعني هذه فيها فوائد اصوليه ثلاثه ما هي سكران سكران بدون فهلوة الأستاذ وجيزة بدون فهلوة أيوة خلي دي تكون يعني خليها عجلة هندية هذا أفضل الجواز الشرعي ينافي الضمان كل حكم ثبت الأصل يثبت الفرع إلا الجديد ده شوف الولد عجلني والله وانت انت اللي فقعت مرارتي بهذا الكلام والله سمعوا علي بيقول كل حكم ثبت الأصل لا يثبت الفرع الا بدليل يثبت الفرع يثبت للفرع الا بدليل فين الفرع فين الاصل الاصل بنو هاشم والفرع مواليد طب منين بقى المولى صار فرعا منين ها لما حرم اصلا احنا بننازع على حرمه الصدقه بننازع ومع ذلك اللي انت قعدته صحيح اتفضل ممكن نقول المجاور له حكم اول شيء المجاور له حكم المجاور تابع ماشي لا التابع تابع ما تخش فينا لا تدخل ماشي ساحه القياس فين ك اهو قال والولاء لحمه ها قياسه الالحاق الفائده الثالثه بقى مهمه جدا ما ماشي ماشي لكن طول التابع تابع لا ماشي تابع تابع هيغتفر في التابع انا اقول يعني تابع تابع يعني هو تابع متابعه وانتهى انا اقول الفائده الثالثه تعارض يقدم النسب عند التعارض يقدم النسب طبعا لانه لانه كما قال الاسلام مثابه الفرع اذا عاد فرض مع الاصل يقدم والله يا فائده فائده بص فائده اصوليه وادبيه وخلقيه الشرع يحفظ الفضل لأهله هذا هو هذه دي أهم شيء في هذا الباب الشرع يحفظ الفضل لأهله أعتق الولى لك وجعله ملتصقا بك وهنا تأتي بنوة العلم هو الآن والأبوة أبوة العلم أولى من أبوة النسب شوف انظر بقى شوف كم 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 فائدة أدبية في هذا الباب لما أعتقه ماذا فعل الله له جعل ولاه له وجعله ينزل منزلة النسب وجعله عصبة كل ذلك لا شيء بالنسبة للعلم إذا علمك صرت ابنا له رغم أنفك فإن كنت ابنا له وجب عليك بره ها العين العاق هنا واجب عليك بره واجب عليك معرفة فضله ونشر فضله ونشر فضلي وليس لك منا في ذلك أيضا يا له دي أليس هذا هو الحق أليس هذا هو الحق أليس الله هو الذي حفظ الفضل في هذا وحفظ الشرع في ذلك غفر الله لي أمين ولك ماشي لكن هل هي أم لا فشوف ميزان شرعي الشرع يحفظ الفضل لأهلي كما أن وجود الأبوة لابد أن تكون أبا رحيما واصلا بارا بابنك في هذا الباب لكن الركيزة على هذا الباب ولذلك قلنا أبوة العلم تقدم على أبوة الإيش النسب
ولله طائف. انا كنت مع شيخ شيخ محمد اسماعيل كلمني في مساله وقلت له قدمته فاشتد علي، فقلت له هذا اقل البر. قال ما الدليل؟ قلت له اذا قبل ان اتي بالدليل اقاعد القاعده العامه التي ينزل تحتها كل الفروع، كيف بر الابن بابيه؟ فتكلم فقلت له ابوه العلم تتقدم ام ابوه النسب؟ قال لي انا لا استطيع اناقشك، او قال لي ما اريد اناقشك، ما انا ما اناقش فقيه في هذا الباب. وقال الغلبه لما قلت، نبيل جدا، نبيل جدا جدا جدا. فقلت له ابوه العلم مقدمه على اي شيء؟ مقدمه على اي شيء يا رجل؟ انت تستطيع تجحد اباك؟ انا امشي في الشارع الان، عندي انا والله الذي لا بتقصد، امشي في الشوارع التي اخذني سيرني فيها لأتذكر ماذا كان يفعل معي، وأمشي في أماكن معينة كانت تربط بي وبه طاعة فأمشي فيها لأتذكر الطاعة التي كان يعني يدفعني فيها. ولذلك أنا لا أنسى مشايخي بحال من الأحوال، ألف هكذا عليهم واحد واحد عشان أعرف كل فضل له ماذا كان يفعل حتى أفي له ما فعل، وإن كنت أخالفه هذا دين. لكن شوف هذا الحديث أثبت لنا هذا بقى، الشرع يحفظ الفضل الأهلي، فعلينا أن نكون ألزم الناس بالشرع فنحفظ الفضل لأهله. نعم. قال وقوله عليه الصلاة والسلام موالي القوم منهم، وثبت فيه حكم القرابة من الإبت والعقل والنفقة، فلا يمتنع ثبوت حكم التحريم الصدقة به. وهذا بالتأصيل صراحة موالي القوم منهم، أنا المسألة منهم يبقى اخذ ايش؟ حكمهم، اخذ حكمهم. وهو ايضا قال ولا لحمك لحمه النسب، اذا ينزل منزله النسب، اذا يقال له كخ كخ كخ، قال ان ال محمد لا ناكل الصدقه وتحرم علينا الصدقه. فموالي القوم منهم، فلا يجوز اعطاء الزكاه لموالي بني هاشم لانهم منهم، والولاء لحمك لحمه النسب. ماشي. قال فصل فاما بنو المطلب فهل لهم الزكاه الاخذ من الزكاه؟ قال على روايتين، احداهما ليس لهم ذلك، نقلها عبد الله بن احمد وغيره رحمهم الله لقول النبي عليه الصلاه والسلام، انا وبنو المطلب لم نفترق في جاهليه ولا اسلام، انما نحن وهم شيء واحد. وهنا يقول اما بنو عبد المطلب فهل لهم اخذ الزكاه؟ على روايتين، الروايه الاولى توافق فيها الشافعيه انه قال ايش؟ لهم اخذ الزكاه لمساله المقارنه. نعم. ها؟ لهم قضاء ليس لهم الزكاه. ليس لهم؟ لا ليس لهم، على الشافعي الشافعي قال ايضا ليس لهم الزكاه، تفضل. قال وفي لفظ رواه الشافعي رحمه الله في مسنده، انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وشبك بين اصابعه، قال ولانهم يستحقون من الخمس الخمس فلم يكن لهم الحق كبني هاشم، وقد اكد ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم علل منعهم الصدقه باستغنائهم عنها بخمس الخمس، فقال عليه الصلاه والسلام ليس الخمس الخمس ما يغنيكم. وهذا حديث، هذا الحديث لا يصح، لو كان صحيحا لفصل لنا في الخطاب، لا يصح. قال الرواية الثانية لهم الأخذ منها، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، لأنهم دخلوا في عموم قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. قال لكن خرج بنو هاشم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يختص المنع بهم، ولا يصح قياس بني المطلب على بني هاشم، لأن بني هاشم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشرف، وهم آل النبي صلى الله عليه وسلم، ومشاركة بني المطلب لهم في خمس الخمس ما استحقوه بمجرد القرابة، بدليل أن بني عبد شمس وبني نوفل يساوونهم في القرابة، ولم يعطوا شيئا، وإنما شاركوهم بالنصرة أو بهما جميعا. قال والنصرة لا تقتضي منع الزكاة. هنا المسألة في هذا الباب أنه قال بنو عبد المطلب هل لهم زكاة أم لا؟ لوجود القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، هل ينزلوا منزلة آل النبي أو لا ينزلوا منزلة آل النبي؟ هذه صورة المسألة. فقال الروايتان، الرواية الأولى أنهم ينزلون منزلة آل النبي، للرواية التي جاءت أن بنو المطلب وبنو هاشم لا يفترقون في جاهلية ولا في إسلام. قال إنما نحن وهم شيء واحد، إنما نحن وهم شيء واحد، وهذا الذي قاله الشافعي بقوله إن بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، لم يفترقوا جاهلية ولا في إسلام. فقالوا إذن بالنص أنهم يمنعون من الزكاة، لأنه قال نحن وبنو هاشم إيش؟ شيء واحد، إذن حكم بني هاشم وحكم بني المطلب. طيب، وأيضا في القياس قالوا الآن
بنو هاشم لما منعوا من الزكاة؟ الله تعالى أعطاهم كفاية بإيش؟ خمس خمس. ومن جعل ذلك علة في هذا العصر أجاز لهم الزكاة. من جعل ذلك علة أجاز لهم الزكاة في هذا العصر. ما معناه؟ أن خمس خمس بيت المال المسلمين مش قائم أصلا، بيت المسلمين غير قائم، إذا المستغنى به غير موجود، فيرجع الأمر عليه على الوصف العام المنطبق، وهو أنهم ينزلون عموما تحت قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء. وإن كان صراحة هذا في الصدر منه شيء، لكن من ناحية النظر قوي، ناحية النظر قوي. فهم يقولون وبالقياس، كيف القياس؟ قالوا لأنهم يأخذون من الخمس، والخمس فيه الغنية، فيمنعون من الصدقة كما كان لبني هاشم. وفرقوا بين بني هاشم بين بني المطلب وبين عبد الشمس وبين نوفل، في هؤلاء ليس لهم من الخمس، ها ليس لهم. لا بقول تاني سيب من هذا، بس هو بيقول له ذلك على سنة جروا إليه، فقال له الأمر كله لو أخذوا أخذوا بالنصرة، فهم؟ لو أخذوا أخذوا بالنصرة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها للقرابة، إنهم إيش؟ شيء شيء واحد، إنهم شيء واحد. وصحيح الراجح أن بني المطلب كبني هاشم ليس لهم في الصدقة، لا يأخذون الصدقة بحال نحوال. ولذلك لما جاء عثمان وجاء جبير بن مطعم، بنو عبد الشمس وبنو نوفل، قالوا إنه بنو عبد المطلب سواء، قال لا لستم سواء، إنه بنو عبد المطلب لا لم نفترق جهرية ولا إسلام. والدلالة ذلك أنهم حبسوا معهم في الشعب، حبسوا معهم في الشعب. نعم. قال قال فصل ورأى الخلال بإسناده عن ابن أبي مليكة أن خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه بعث إلى عائشة رضي الله عنها سفرة من الصدقة فردتها وقالت إن آل محمد الله أكبر إن آل محمد إن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لنا الصدقة. الله الله. فهذا يدل على تحريمها على أزواج رسول الله. وهذه أيضا من أدلة الأدلة الرد على الروافض فيه. في إيش يا نصير؟ لا اله الا الله، لست حاضر الذهن معي. نحيف يا شيخ، رد عليهم ان نعم ان ازواج النبي من اهل بيت النبي، ازواج النبي من اهل بيت النبي. ولذلك قالت عائشه كيف وجدت اهلك، كيف وجدت اهلك. والدليل على ذلك هذا ابن ابي اوفى او غيري عندما قال ان تقول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. وفي الروايه الاخرى قال ان تقول اللهم صل على محمد وعلى ازواجي وذريتي اجمعين. فيبقى ازواج وذريه نزلت تحت ايش؟ الآل، فهم من آل النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا وجزاكم الله خيرا. صلى الله عليه وسلم نعم، لأنهم من آل النبي، وآل النبي لا يجوز لهم الصلاة. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.